كابتن اسامه زي ما انت قلت يمكن وخاصه المخلصين، حط تحت المخلصين دي كمان 100 خط بالظبط. يمكن انت يمكن الواحد عشان لعبت في انديه كتير وحسيت ان الفرق شاسع وكبير جدا بين النادي الاهلي والانديه اللي لعبت فيها، رغم ان انا شرف لي انا لعبت معاهم ومثلت النادي اللي انا لعبت فيه وناس محترمه وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي غير. النادي الاهلي يعني ده يعني الواحد اتربى على حاجات معينه في النادي الاهلي لما عانيت منها شويه لما لقيتهاش في الانديه الثانيه، لكن طبعا ده كان فخر ليا وشرف ليا. وكمان لما يكون في مناسبات في النادي الاهلي وان النادي الاهلي يكلمني وان انا ابقى متواجد في اي مناسبه، دي حاجه بتشرفني يعني. هاجي لسؤالك طبعا بالنسبه ان انا طبعا كنت مدير اكاديميه النادي الاهلي. يمكن انا اول ما بطلت يا كابتن اسامه كنت يعني كان في وقت كده سنه سنتين ان انا المفروض ان انا هكمل العب تاني، لكن طبعا الكابتن خالد بيبو كان كلمني وقال لي النادي الاهلي بيدخل يعني عايز ولاد النادي الاهلي يدخلوا بيعملوا كوادر صغيرين شباب، كان ساعتها فضل وحسام غالي، وانا دخلت وكان ده الهدف الاولاني ان انا العب في الانديه دي وارجع تاني النادي الاهلي. والحمد لله رجعت، كنت مسؤول قعدت 3 سنين في اكاديميه النادي الاهلي كمسؤول مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. عملنا شغل كويس، قدمنا لعيبه كويسه جدا من الاكاديميه للقطاع في جميع الاعمار السنيه. فدي كانت بالنسبه لي كانت يعني اول بدايه ليا ان انا ادخل جوه النادي الاهلي في كادر اداري. تعلمت منها كتير طبعا، تعلمت فيها كل حاجه. تعلمت قعدت قد ايه تقريبا؟ قعدت 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين الحمد لله، كنا عاملين شغل كويس جدا. وفي نفس الوقت يعني بس ده ما كانش في الحسبان بتاعي او في البلان بتاعتي ان انا هبقى حاجه اداريه. لكن انا لما دخلت النادي الاهلي كان ساعتها كابتن خالد بيبو كلمني قال لي النادي الاهلي محتاجك تدخل، ودخلت هتكون مسؤول عن مسؤول اداري. فدخلت اكتسبت خبرات وفي نفس الوقت خبرات فنيه. لكن الهدف بتاعي يا كابتن اسامه ان انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى، ده اللي كان في دماغي. ده الهدف بتاعك ده الهدف الاساسي من الاول بعد الاعتزال بالظبط. وحتى كمان كابتن خالد بيبو وكابتن شطه وكل الناس اللي كانت موجوده، اي حد كان يقابلني يقول لي امير انت مدرب حراس مرمى النادي الاهلي وان شاء الله منتخب مصر، لازم تحط ده في دماغك. وانا اصلا كده كده دي في البلان بتاعتي. اول ما خلصت الكارير بتاع الكارير الاداري كنت هدخل قطاع الناشئين ان انا ابقى مدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين، وده اللي انا كنت مستنيه بصراحه. وفي نفس الوقت طبعا جالي عرض بتاع نادي السكه الحديد ان انا اكون مدرب حراس مرمى في نادي السكه الحديد. كان كابتن امير عزم مجاهد كان كلمني وكابتن حماده نصر قالوا لي احنا يعني احنا عايزينك، انت عندك خبرات كويسه جدا واسم كبير اكيد ده هيعلينا. فانا بصراحه لقيت تقدير كبير جدا من كابتن امير عزم مجاهد وكابتن حماده نصر. امير صاحبي وحبيبي رغم ان هم زملكاويه صيه محترمه لكن انا عايز اقول للناس يعني ناس الزمالك والنادي الاهلي ليه كل الاحترام، احنا كلعيبه واحنا كمدربين اصحاب، وانت زي ما انت قلت كابتن اسامه ان امير صاحبك، لقيت تقدير كبير جدا من امير وفي نفس الوقت انك انت تبدا كبير، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان انا ابقى مدرب حراس مرمى لنادي السكه الحديد، كانت حاجه بالنسبه لي كبيره. لكن انا كان في دماغي ان انا ادخل قطاع الناشئين ابدا بيها واحده واحده عشان الهدف الكبير ان انا اكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، هو ده اللي في دماغي وده اللي في بالي وده اللي انا الواحد بيسعى ليه. لكن انا بحب اخد خطوه خطوه، لكن حته انك انت تبقى مدرب فريق اول دي حاجه كانت كويسه جدا بالنسبه لي. كلمت كل الناس المسؤوله والناس صحابي اللي هم فاهمين. يمكن انا كمان مين ابرز الناس وانت بتاخد الخطوه دي؟ يعني كلمتهم، اتواصلت معاهم، استشرتهم، خدت رايهم؟